سلام يا درجة، انا معاكم ام كامل او محمود كامل. حلقة جديدة يا شباب من البيت الامن اللي كلكم مبسوطين بيه، ان هو وقف قدام رأس الصفارة. فلكم ان تتخيلوا ان النهاردة ايه ده؟ مين الضيف الجديد اللي جمع؟ الو ساعة صالة ساعة سيوم الساعة يا عم، ما تبصيش كده بقى، ما تبصيش كده يا عم، دي مشلوله روح تجبسها. روح تجبسها. شوفوا ايه ده عامل ازاي. او ماي جاد يا شباب، شوفوا ايه. لا استنى، على فكره البيت ده فيه حاجه وانت السبب فيه. انت لو دخلت البيت ده هتبقى زي بالظبط، يا رب لو دخلت تبقى زي، يا رب. ايه ده بجد؟ استنى كده ادخل. ما فيش اي حاجه حصلت لايدي، يعني ايدك بس انت قدر. ايدك رجعت، الله يسعدك، ايدك رجعت. الله اكبر. الله الحمد لله. بس هترجع تاني، ترجع تشل تاني. استنى كل الشباب بتتشل. والله انا خايف اجي كمان تتشل يا شباب. بس قبل ما نبدا المقطع يا شباب، عايز اقول لكم ان النهارده عندنا حلقه مميزه، لان النهارده يا شباب حلقه الهجوم الريمبو فريندز. لكم ان تتخيلوا ان النهارده ان اصدقاء قوس قزح الاربعه وكمان العالم بتاعهم هيجوا يهجموا على البيت بتاعنا. هنحاول ان احنا نامنه اكتر وبزياده، وهنشغل فيه وسائل الامان يا شباب، الاكتر امانيه واكتر سيف للموضوع، عشان خاطر الريمبو فريندز ما يدخلوش البيت نهائيا يا شباب. فقبل ما نبدا الوقت، قبل ما نعمل اي حاجه، في بنسبه كبيره مش بيشتركوا ولا بيحطوا لايك. فانا عايز اقول لك انت قاعد مستني ايه؟ النهارده حلقه مميزه، حلقه هجوم الريمبو فريندز، عشان لو عايزين جزء زي ده ثالث، لانكم المقطع الاول وصلتوه 30,000 لايك في يوم واحد بس. لو وصلتوا ده 30,000 لايك قدامكم يوم ونص، هنزل لكم جزء ثالث. فحطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر التنبيهات، وصلوا على سيدنا محمد في الكومنتات، وخلونا نبدا يا شباب. طبعا انت جاهز يا ابو لسه؟ حاسس. بص، احنا اهم حاجه عندنا جوه التلاجه فاضيه، يعني محتاجين اكل، شويه اكل حلوين كده زي العسل. بس اوعى تجيب دود دود وسيدز، لا انا عايز اكل. طب اكل ايه؟ انت هات لك شويه دود وسيدز، انما انا هات لي اكل بني ادمين، ما تجيبليش لحمه خنزير. انا هعبي التلاجه اللي انا عايزه، مالكش دعوه. ماشي خلاص خلاص. بص، انت هتروح تجيب ولا اجي معاك؟ اوكي. اصلا مش هعمل حاجه. شوف يا شباب، راح يجمع سيدز. يعني انا بني ادم هاكل سيدز؟ هاكل حبوب بذور؟ خلاص. لا. بص انا بص، انت تجربت كل حاجه. استنى جرب بس، استنى بس، قبل ما ياكل، قبل اي حاجه شباب. النهارده احنا طبعا في الجزء الثاني والحلقه الثانيه من السلسله دي، فمعايا ساس. الحلقه الثالثه ان شاء الله هيبقى معانا ضيف ثالث، فاهمين؟ زي كل حلقه كده نزود ضيوف لحد ما البيت الامن يتملي ضيوف. اوكي بص حسين، انا عايز بس الكتاب بتاع البيت عشان النهارده. الو، انا اتدمشت من نطيت بلوكة واحده بس، اتدمشت. او ماي جاد. هات 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 الكتاب. ايوه الكتاب ده. ده الكتاب ده. رقبه في دماغك. ايه رقبه في دماغي دي؟ مش عارف اسمها إيه؟ اسمها ايه؟ استنى كده اهو. امانه في رقبتك. ايوه امانه في رقبتك، مش رقبه في دماغك كده. اوكي يا شباب، انا زي ما انتم شايفين، خلونا نشغل الليزر عشان ما حدش يخش البيت بتاعنا، وكمان اللافا، وكمان النهارده عشان الريمبو فريندز الكتريك كيدج. يا شباب زي ما انتم شايفين، الالكتريك كيدج بتعمل بيت حرفيا بالايرون بار، او تعمل عليه زي نظام قفص كهربائي. لو ريمبو فريندز فكر انه يلمس البيت. استنى بس نشيل اللافا اوريكم. اوكي نشيل اللافا، نشيل اللافا. ايوه خلينا نقرب. شوف المفروض ان شفتوا الكهرباء ازاي؟ سمعت صوت الكهرباء؟ شفتوا؟ بصوا على طول تتكهرب. اي حد من الريمبو فريندز هيفكر يجي يلمس البيت بتاعنا ده هيتكهرب على طول. شاب لكم بقى، شوفوا شكل البيت يا اخي. والله انا متحمس جدا ان انا اظبط الاساسيات الداخليه جوه، واظبط لي الغرفه طبعا لسحس، لانه هيبقى ضيف عندنا جديد، فهنضيف سحس وهنضيف ان شاء الله الشباب الحلقات الجايه. فكل حلقه ان شاء الله هحاول ان انا احط اساسيات في البيت. فالنهارده هنملى الثلاجه ونظبط وضعنا، لان النهارده عندنا هجوم مش طبيعي، هيبقى هجوم الريمبو فريندز. هو سحس فين؟ سحس اوكي. ايوه هات كل دول. ايه ده؟ بيجمع ايه من القريه ده؟ انت فين؟ انت في القريه جوه؟ ايوه. ما تقوليش قاعد بتجمع. أيوة. ويت بجد، ما تقوليش قاعد بتجمع ويت. سحس ما تجمعش ويت. بس ليتس جو. بص جمعت ايه بقى؟ دلوقتي تعالى وريني. يا رب انا بس نجمع اخر حبه. لا يا سحس مش كل تاكلني خبز وسيدز بس. سحس عايز بيه هو ده اللي عندي. طب بص تعال 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 تعال، ممكن ناكل لحمة قطط. ايه رأيك؟ لحمة قطط، قطة اهي ناكل لحمتها. اهي ازاي؟ هي لحمة قطط حرام ولا حلال؟ حرام. لا لا خلاص والله خلاص. يعني طب اللاما 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 حلال. اللاما حلال خلاص، ناكل لاما. اللاما انا ازاي؟ لا هي مش اللاما. لا لا حلال. شباب انا مش عارف والله لحمتها والله. هي اللاما دي اصلا انا ما شفتها مرة واحدة بس. ما شفتها بس اكيد مش هتاكلها يعني. ايه ده؟
زومبي يما. اوكي الناس جعب الزومبي. بقول لك يا سحس والنبي روح شوف لنا خروف اي حاجه ناكلها. خلاص يعني في بطيطس خلاص يا عم احنا خضروات هنعيش يعني بقى يا عم. اعمل لك بطاطس صوابع وخلص. ماشي خلاص لا. ماشي خلاص خلاص انا موافق. طيب البيت انا بتدمج من ايه بس انا عايز افهم. انا حاسس ان انا بلمس حاجه بقارب مش عارف بس مش مشكلتنا دي دلوقتي. في خروف واسع شايفه اهو اهو والله عندي. ما انتش اكل خرفان ولا انا عرفت انا بتدمج لي انا جعان يما جعان 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 يا غبي يا مكمل يا غبي يا غبي يا غبي. بقول لك ايه احنا مش محتاجين تولز ولا اي حاجه. البيب بتاعنا مؤمن 100% اول ما الليل يجي هنخش نستخبى فيه بس عشان نلحق ان احنا نشوف ريمبو فريندز من جوه البيت. هنطلع فوق السطح كده ونتفرج عليهم وهم بيهجموا على البيت. اخي يبقى هجوم عملاق انا متخيلهم كده وهم بيهجموا علينا. بس اللي ساعتها انت مش هتشوفني. انت مش هتشوفني. لا انت هتفضل موجود في البيت معايا والمره دي. انت مش هتشوفني. لا لا كلهم في ناس كتيره كلمتني قالت لي ام كامل ما تخليش سحس خليه معاك والريمبو فريندز موجودين او اي وحش موجود ما تخلوش يجري ويبقى خواف. وانا خلاص انا اسمع كلام وامسكك بايديا دول هتفضل انا بره البيت عادي يعني. يلا سلام. بره البيت عايز تفضل بره البيت. طب ما كده هياكلوك. طب ما انا هبعد اكتر عن المكان. ما هم هيبقى حوالين المكان. لازم ده امن بيت حرفيا. ده هيبقى امن بيت. البيت ده هو اكتر بيت امن من الريمو. افتح الباب او من اي واحد. افتح الباب. استنى استنى اقرب بس عشان الكتاب بس فاهم يعني السنسور بتاعه بيعلق شويه فلازم نقرب. شوف واقف عند واقف عند الباب هناك اهو يا شباب. ليتس جو. اوكي استفتح له الباب من هنا. خد ادي الكتريك وادي الليزر. ليتس جو. وادخل يا ابو السحاسيح الى امن بيت في لعبه ماين كرافت. اوكي افتح. خش خش اتفضل اتفضل. خش برجلك اليمين. خش برجلك اليمين. خش اسمع بقى هنا عندك المطبخ اهو بس احنا طبعا لسه ما جبناش المودات الاساس وكده فيعني طيب. مطبخ بدائي انت فاهم. حاسب بقى حاسب. بص انا جبت لك 30 سيدز يعني. بص يعني هتنام هتصحى هتعيش حوالي 3 ايام بيهم كانسان. اما انا اغسلهم يعني ما متوقفش كده يعني. لا يا زكي ايه. بص انا جايب معاهم ورد. الورد ده هنطلع منه ايه بابريكا. حلو هنرش عليهم شويه تمام. بعد ما نرش عليهم شويه هم بالطين بتاعهم بيبقى فيه طعم مختلف فاهم. اه المهم وجبت لها حبه جراس طويله. بص دبل طول جراس تمام. دي مستحيل تلاقيها في اي مكان. انت بقى بحبتين سيدز تمام عشان تقول كده فاهم. عايز تاكدني انت هتقطم الحته دي. انت هتقطم. بص هي هتقطم حته من هنا وانا حته من هنا تمام. والبوتيتوس ديت يا جماعه ده مجنون. ده مجنون يا خلاص ولا مش محتاجه بوتيتوس. بقول لك ايه انا مش هاكل. انا مش هاكل من دلوقتي. انت هتطبخ انت. انا مش هاكل تمام. كل انت حبيبي. لا. انا والشيف. لا بالهنا والشيف انا. اي بص 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 بابريكا. بص بابريكا يا عم. عايز احط توابل على السيدز وياكلها بالطرب يا ابني. دي بابريكا الورود. انا اكل يعني كيكه. مش البابريكا بتاعت. اوكي كلت كيكه حلو جدا. والله ايه ده في كابو سيري. تصدق كابو ده انا اول مره اشوفه. اقسم بالله اول مره اشوفه. قول لا انا دخلت البيت الامن اخر حلقه. والله العظيم اول مره اشوفه. مستحيل. ايه وانا كمان مشلول يا عاد. شوفوا ايدي. استنى استنى تعال سلم عليا. سلم عليا تعال سلم عليا. سلم عليا حبيبي. السلام عليكم. ازيك يا سحس؟ حبيبي الحمد لله. وربي مستحيل ده في هنا قال التطوير. وفي انفل وقال التطوير. اوه ماي جاد والله حماس يا شباب. اوكي اكتشفنا مكان. احنا اول ما يجوا ننزل هنا. لا يا حبيبي ده انت جوه البيت هتبقى امن ما تقلقش. هم اصلا بس الليل يجي وهوريك ازاي احنا هنعرف نتعامل مع الريمبو فريندز. تعالى بس اوريك الغرفه بتاعتي. تعالى تعالى بص. لا الغرفه بتاعتي اهي اهي يا عم. حرام نفس لوني. ايه ده؟ صح تصدق نسيت ان دي نفس مره. خلاص خلاص. طب هي دي اوضتك ودي اوضتي. تعالى شوف اوضتي. بص بقى اوضتي. بص والله العظيم هي معموله كده. تخيل والله تحس البيت ده معمول لينا لو انت يا سعاده. بص بص احلف والله العظيم هي كده. هي كده والله انا شايف. يا لهوي تحس ان الاوضه دي اوضه امكان. الاوضه الثانيه اوضه سعاده. خلاص يا عم مفيش نقاش. اوكي بالنسبه بقى للدروع احنا انا ممكن استلف منك. استنى استنى عشان بس ايه مش ناقصه ايه ان انا اتعصب حسب كده. في البلكونه استلف بس. لا ده في بلكونه عندك بس لا صغيره اشمعنى. ولا 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 انا سمعت صوت. اخد دروع يا عم. ما انت عندك ايه نفس لوني. رجع. لا لا رجع. ما فيش دروع بنفسك يا استاذ. ما انت عندك مخ ولا بطاطس يا عم. حط دي في بقك. اسمع بقى عشان رجع. الشباب بدا يجي بقى. خلاص بقى رجع. خلاص اهو يا عم والله العظيم انت بتتخسر في جعل بخيل جلده معلم.
هاشتاج سحس جلده، هاشتاج سحس جلده شباب، اكتبوا في كومنتات هاشتاج سحس جلده. اوكي اللي بدا يجي لا يكسر الازاز، لا يكسر الازاز. انت خايف على الازاز؟ خايف على ازاز البلكونه يا حبيبي؟ طب او خلاص. اوكي يا شباب انا هتبص، خليك في البيت بقى انت ابو السعسيح تمام. ولا اقول لك لا يا حبيبي انا خلينا كمان في البيت شباب، لان اتوقع الليل هيجي دلوقتي، لان زمان شايفين الغيوم نزلت. الغيوم نزلت بس الغيوم نزلت بقى، استنى نأمن البيت بقى. اوكي ايه الغرفه دي؟ اوكي ده الجراج تمام. طيب خلونا نطلع كده. اوكي يلا بسم الله نفعل كل انظمه الامان. اوكي ادي الليزر، ادي الالكتركيت، وبلاش اللافا خلينا عشان نبقى شايفينهم قريبين مننا، هم اصلا لما يلمسوا السياج الكهربائيه دي هيتكهربوا. فكده اتوقع شوفوا البيت مقفول علينا حرفيا، ومن حمام السباحه ومن كل حته مقفول علينا بالكيج، ومش هيقدر حيوان او وحش يدخل هنا. فدلوقتي يا شباب بنات احنا ممكن نسبح شويه، او انا هاكل شويه لان جعان. تكنولوجيا تكنولوجيا، ايوه عيب عليك. بس وحتى حمام السباحه هنا عندنا في دفايه، ممكن تستحمى في الشتاء عادي، هتنزل بسين في الشتاء عادي. اوكي خليني اكل. اوكي اهلا يا سحس، السلام عليكم. يلا بسم الله يا شباب خلونا نخش البيت دلوقتي وننام، واول ما الليل يجي نصحى على صوت الريمبو فريندز وعلى هم بيحاولوا يكسروا المكان. يلا بينا بس عايز تعال تعال نام نام نام. اوكي ده في دروع بنفسجي هنا، انا بقول له مفيش دروع بنفسجي. يلا الدنيا ليت سامع الدنيا سامع الخطوات، سامع الخطوات، سامع سلام يا عيال. خطوات الريمبو فريندز اللي موجوده في اللعبه موجوده دلوقتي في العالم بتاعنا، وعمال دش 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 يعني هم. اوكي اوكي انا وقعت الحاجه على الماوس كده. اوكي بص بص سيبك من اللي بيحصل فينا ده، انا عارف اللي بيحصل فينا ده كله بسببهم. بص شيل الكيج وشيل الليزر. اوكي شيل كل حاجه. شايف اللي هناك دول؟ قلبي قلبي شايف. اوكي استنى استنى معايا بوش السبيد ومديك تقريبا، خليهم معاك. اضرب اضرب سبيد، اضرب سبيد. ها يا اهل شوفوا مين، والله يا ما من اوه ماي جاد. اخش جوه بسرعه، ولا الكتاب الكتاب. استنى 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 دخلني بسرعه. قتلني 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 يا عيال. دخلوا البيت دخلوا البيت يا عيال البيت. دخل دخل لي البيت جوه يا سحس. اقفل الباب اقفل باب الاوضه اقفل باب الاوضه اقفل باب الاوضه. انا قفلت باب الاوضه. تعالى لي من الشباك تعالى لي من الشباك. اوه ماي جاد في الشباك. اه في الشباك عندك، انا شايفك شايفني بالاف 5. واحد واقف تحت، واحد واقف تحت هو شايفه، واحد منهم واقف تحت. بص نط 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 تحت نط تحت يا عيال. بص بيبص لي ازاي يا لهوي. احنا عايزين الكتاب، عايزين الكتاب. استنى استنى هعمل حركه. هو فوق فوق تحت 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 تحت. ايه الصوت ده؟ سبيد سبيد سبيد. لا قتلني 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 قبل ما اخد السبيد، قتلني قبل ما اخد السبيد. يا شباب شباب سريع جدا سريع جدا، عايزه يجي هنا. تعالى هنا. ايوه ايوه تعالى ايوه سريع جدا يا شباب. حبيبي والله حبيبي حبيبي. البنفسجي ده سحس مش طبيعي مش طبيعي. أيوة انا استنى استنى انا طب بص هو يجري مثلا يجري وراك. بص يا سحس يجري وراك. يما يلا السلام عليكم. انت فين؟ اوكي بوشن سبيد هنا. الحمد لله قفلت الباب 40% 40%. ليتس جو تقريبا انا هاخد الكتاب. هو الازرق برضه سريع. اه اه اوكي ايوه خدت البوشن ليتس جو. خليك نزلت يما. خلي بالك الاب يجري معاك الازرق بيجري. يلا السلام عليكم. الله يا سحس الله. شوف شوف الريبو فرندس الازرق. يلا بنفسك يا ولد بنفسك. استنى خش بسرعه خش بسرعه خش خش خد امسك. قفلت 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 قفلت. ايزي ايزي قتلهم. اقسم بالله انا مبسوط، انا مبسوط جدا، انا مبسوط بالبيت ده، ده امن بيت في لعبه ماينكرافت. تخيلوا ان الريمبو فريندز بيحاول ان هم بس على فكره الدكتور مش بيموتوا. ما هم ما بيموتوش خلي بالك. الدكتور جوه بقول لك انا اسحبه. اتسحبوا ازاي بقى؟ استنى استنى يا مجنون استنى. لا يقتلنا لا دول ما بيموتوش. سيبهم خليهم بره، المهم ان فاهم ان هم بعيد عننا. طيب اقفل الجراج ده، احنا ممكن نحبسه في الجراج، ايه رايك؟ حلو حلو بس هيطول عشان يتقفل. اسمع 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 خطه، هنعمل خطه. واحد هيجري خش جوه، والتاني يفتح يقفل عليه الجراج. طب يلا افتح بس الجراج. انا فاتحه 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 بس سحس اوعى تخليه يجري ورايا انا. شوف التاني واقفين بره ازاي يا شباب. اوه ماي جاد بجد انا مبسوط جدا ان البيت بتاعنا. بسم الله اطلع يلا بسم الله. قتلنا كمان قتلني. بس اقفل الجراج اقفل الجراج اقفل الزرار بس اقفل الزرار من بره من بره من بره من بره. ايوه من بره اقفل الزرار من بره بسرعه بسرعه من غير ما يشوفك. اقفل يا ابن اللعيبه. خلاص شباب شباب بنات اقسم بالله احنا اكتر اتنين ممكن يكون عندهم مخ في ان هم يعملوا الحركات دي. لكم ان تتخيلوا
ان دولت التاني ما بيشوفش الاخضر، انت عارف ان الاخضر ما بيشوفش، هو مش هيجينا اصلا، مش هيجينا بس حاجه ايزي، احنا ما نقدرش نطلع طبعا. فاحنا ممكن، عندي فكره، ايه رايك نجريهم بعيد؟ استنى استنى تعالى تعالى، عندي فكره، تعالى 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 جوجو، تعالى ليتس جو ليتس جو، تعالى اطلع اطلع. او ماي جاد، الشباب تخيلوا، والله انا ما مصدق ان احنا عرفنا نحبسهم، والله ما مصدق. اوكي اوكي كده، خلي الكتاب هنا، كتاب كده كده اتوقع مش معانا. اوكي الاخضر هناك، هو شايف الاخضر، شايفه بيتمشى هناك كده. استنى استنى نقدر نشوفه، بس لو رحنا الناحيه الثانيه استنوا، اهو هناك، اهو شايفينه بيتمشى، احنا ممكن نسحبه من الاساس. استنى تعال هنروح نسخبه في البيوت بتاعه القريه، تعالوا افتح، طيب افتح افتح، تعالوا ما يقدروش يتحركوا، ما يقدروش. استنى استنى، اها طب كويس على فكره، طب ابعد ابعد. اوكي طب احنا عايزين الكتاب، كتاب فين؟ مفروض معاك. اوكي بدا دي بس والله، شوف شوف من هناك، شوف من هناك الاورنج، الاورنج هذا سحس استنى استنى، تعال هيجيبنا 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 لو معانا كام دي اسبيد، اتوقع دقيقتين تمام. استنى احاول ان انا اندهله كده، يا اورنج اصلا بيخلص عندي اورنج. ما قفل سحس، هو بيجري ورايا، انا عايز ده، انا يا كلب، هو وقع في الميه ولا ايه؟ هو وقع في الميه صح؟ وقع في الميه، وقع في الميه، هيتدم صح؟ استنوا يا عم، ما بيعرفش يعوم، طلع ما بيعرفش يعوم، ما بيعرفش يعوم. ايوه دم، مش دم، مش دم. اوكي سيبه سيبه كده كده، هيموت من الاكسجين، هيموت من الاكسجين. اوه ماي جاد، ان شاء والله سيطرنا عليهم، الا الاخضر ده. الاخضر ده، الاخضر ده انا عندي فكره ليه. اوكي سيب ده كده كده، لا لو قربنا منه هيموت، هنموت صح؟ ما هو هيقتلك. ايوه ايوه انا هيقتلك، بس انا بص انا بفكر ان انا اخليه يقتلني عشان اخش البيت جوه اجيب الكتاب، ايه رايك؟ لان احنا محتاجين الكتاب. ماشي. ماتوا؟ هما ماتوا ولا لسه معلقين هناك؟ ورايا ورايا، لما بتضربه بيجري ورايا. سحس ماتوا اهو، لا الاخضر جاي، الاخضر جاي، لما بتضربه بيجي. ماشي كويس، طب كويس، ابعد عنه عشان على فكره ايده طويله. تمام قتلنا اتنين منهم يا شباب، قتلنا اتنين، ناقص الدكتور والاخضر. ما انا مش عارف، لو دخلنا كتاب المشكله كتاب عند الدكتور. خد 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 بلوكات. اوكي دخلت دخلت دخلت. طب بص انا اخش عند الدكتور اخد الكتاب واخرج، هو جاي ورايا يعني. اه دكتور أنا السلام عليكم، قتلني قتلني، تمام مش مشكله مش مشكله يا سحس. اوكي اوكي يا عم يا عم، نزلت لقيته في وشي، خلي بالك يا سحس عشان هو بيتمشى. حشرت الاخضر، حشرت يما، حشرت الدكتور قفشك صح؟ ده كلبشني. بص انا حشرت الاخضر، حشرت السلام عليكم. اروح اخد الكتاب، اروح اخد الكتاب. ماشي 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 ماشي، كمان اخد الكتاب. انا هبس الاخضر على فكره، ليتس جو ايزي، والله مخ يا عيال مخ. نايس بقى، اخر واحد ده نطلعه بره البيت. تمام استنى بلع بلع. بص هو كده كده احنا ممكن، انا عندي فكره، ممكن نسيب الاخضر يموت. بص استنى استنى، طب استنى اساسا ابو مخ فين هو؟ يلا السلام عليكم. فكره ورانا. بص ممكن نسيب الاخضر يموت، ما عندناش اي مشكله، بس الفكره يا شباب ان اللي جوه ده مش هيسيبنا في حالنا، يعني هيبقى في مشكله معايا. فانا مش عارف احنا ممكن نعمل ايه عشان نطلعه، يعني ده كده خلاص اتوقع البيت، البيت امن بطريقه اقسم بالله ما طبيعيه بجد يا شباب. اوكي سياسه، بنعمل ايه في الدكتور؟ قتل، هو بره هو بره هو بره. انت خرجته؟ ايوه ايوه خرجته. فين فين؟ ايه ده هو رجع تاني؟ هو مات ولا ايه؟ يا اما هو ايه البيت ده صاحبه ولا ايه؟ سرق البيت منه ولا ايه؟ بيعرف يطلع السلالم؟ الحمد لله بيطلع. ده بيرجع ده ولا ايه؟ انا مش عارف اعمل فيه ايه، والله ما عارف يا شباب اعمل فيه ايه. ارمي عليا ارمي عليا، معيش سبيد تاني، انت لو معاك سبيد طلع، لو معاك سبيد هات، انا عايز بس الاخضر يموت فاهم. طب بص انا بفكر افتح للاخضر واطلع التاني ده الاول. خلاص انا فتحت الاخضر، فتحت الاخضر يا سحس، تعال تعال الاخضر، تعال تعال. اوكي انا خايف بس يموتني، تعال. اوكي جاي ورايا جاي ورايا، طلع الدكتور طلع الدكتور بره، طلع الدكتور يا سحس طلع الدكتور. معلش سبيد، ها معلش سبيد، مش عايزه يشوفني. ما عن يا عم يا عم، التاني ده بيجري ورايا يا عم. يلا يلا يا شباب، يلا اشوفكم مقطع جاي على خير الله. ايوه ما يجريش ورايا انا بقى، ياما ايوه خش البيت خش البيت، ليزر ليتس جو، خش البيت اساسا على الدرج، على الدرج يا ابو تطلع على الدرج، انت اللي طالع على الدرج يا ما انت سيي. ها ها اساسا طلعت، اطلع اطلع ايوه ماما، انت اللي طالع وراك. اوكي الحمد لله. استنى بص 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 الحركه دي، ابلع. ايه ده؟ بتدمجوش
اشيله اشيله، عايز اتدمج. ايوه اتدمج. يا شباب اقسم بالله حلقه للتاريخ، حلقه للتاريخ يا شباب، وتستاهل توصلوا المقطع ده 40,000 لايك يا شباب. وزي ما شفتم الحمد لله النهارده عملنا حلقه اسطوريه على الريمبو فريندز، وان شاء الله يكون وحش جديده الحلقه الجايه. انتظروها يا شباب في البيت الامن وامن بيت في لعبه ماينكرافت عند ام كامل وبس. فمتشكر ليكم يا ناس في الدنيا. عايز تقول اي حاجه سحسه وسحسيح؟ تنسوش تصلوا على النبي على افضل الصلاه والسلام، ويلا اشوفكم المقطع الجايه. تنسوش لايك، تتابعوني على الانستغرام اللي هتلاقوه موجود تحت في الديسكربشن. مهم جدا ان الاقيكم كلكم عاملين لي فولو على الانستغرام، تتابعوا الاستوريات وحياتي اليوميه بنزلها هناك، واي حاجه تفصيله صغيره بتكلموا معايا عايزين تسالوني اسئله خش على الرابط اللي اسمه الانستغرام تحت في الديسكربشن. اعمل لي اعمل اكونت على الانستغرام واعمل لي فولو وتابعني هناك وتابع الاستوريات اول باول طبعا. وبحبكم جدا يا ناس في الدنيا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشوف بقى الريمبو فريندز دول لما خلصوا. الاخضر مات، الاخضر مات، واحد مات، الاخضر مات. ناقص الدكتور، والله نستنى ما الدكتور يموت، لان انا شايف ان هو يستاهل. يعني ده اكتر واحد تعبنا الصراحه، طلع سريع جدا. تاكل يا دكتور ساسي، جايب لك سيدز، تاكل سيدز. لا بياكل، والله بياكل، والله بياكل، والله بياكل. لا هو ديتك نازل النار فاهم، فبتروح بجد. استنى كده يا عم، لا استنى. اه صح صح صح، والله افتكرته بياكل، قلت ايه ده، ايه الدكتور المتخلف ده، اول مره اشوف دكتور متخلف كده. يعني ورايا اوكي، خلاني اقفل ده. شوف شوف عينه مورمه ازاي، عينه كبيره كده. موت يا دكتور، ده بص ايده. اوكي مش هيموت ولا ايه؟ مش هتموت النهارده؟ بقول لك يا سحس يلا قفلت على الباب غلط. لا ملك مليون جيش لا يخاف من الحروب، محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ملك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور، بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ملك مليون.